النخاع الشوكي يعني هل قد صار متعب الموضوع؟ وخليني بلش من الاستحقاق الرئاسي واستحقاق رئاسة الحكومة. طيب رجعنا عودا على بدء، نحن كنا فتنا بمود انه خلص ما بقى في مجال لتشكيل حكومة بهالمهلة القصيرة، وهذا ما اتهم به جبران باسيل من الديمان الرئيس ميعاتي انه ما بده، حاطط حجه بانه المهله صارت قصيره وما بقى نلحق تشكيل الحكومه، وانما هو خطط لذلك وكان يريد ذلك من الاساس، وجرف بطريقه الثنائي الشيعي كمان باعتبار انه هن كمان داعمين فكره انه ما يكون في حكومه، ولكن هناك غايه في نفس يعقوب او في نفس الرئيس ميعاتي لحتى ما يشكل حكومه. خلينا نبلش من هون، كيف الرد على جبران باسيل بهالموضوع تحديدا؟ هل حقا الرئيس ميقاتي لا يريد تشكيل حكومة بهدف انه بكرة ما في رئاسة وبصير انا الملك؟ ثمر المعادلة كتير سهلة. في تشكيلة عند رئيس الجمهورية يوقع ويبعثه للرئيس ميقاتي، على تشكيلة كيدية اعتبروا وتنتقص من الحقوق. هي الكل صار بيعتبر انه لا هي مش كيدية، هيدي الحكومة يعني وافق عليها رئيس الجمهورية، اخذت ثقة مجلس النواب الماضي اللي فيه الأكثرية الساحقة منه اليوم موجودة اليوم بمجلس النواب الحالي، وبالتالي كان الرئيس ميقاتي عمل واجباته الدستورية، قدم هيدي التشكيلة، عمل تعديل بسيط بموضوع الطاقة لانه سمع من كل النواب بالاستشارات النيابية غير الملزمة بأنه إذا بدها ترجع وزارة الطاقة على التيار الوطني الحر لن يكون هناك ثقة لهذه الحكومة. وبالتالي يعني اليوم الرئيس ميقاتي وبعد الانتخابات اللي صارت والتغيير اللي صار ما حيجي يستفز اللبنانيين بشكل عام ويتحداهم ويعطي وزارة الطاقة مجددا للتيار الوطني الحر، ونحن بعد 15 سنة واصلين لصفر تغذية بالكهرباء. يعني أنا بتضحك لما بيقولوا أنه لبنان يتجه إلى العتمة الشاملة، ليش نحن عنا عتمة عنا نور كامل حتى نتجه للعتمة؟ نحن بالعتمة الشاملة. نحن لما بيجينا ساعة ولا ساعة ونص ولا ساعتين بال 24 هيدي عتمة شاملة. فبالتالي يعني من هيدا المنطلق كان خيار الرئيس ميقاتي. بعدين اليوم يعني الوزير جبران باسيل اللي بيسمعه عم يحكي بفكر انه الرئيس ميقاتي مطلع بيان بانه بيقول انه والله من محرزة تشكيل الحكومة، حكي بمجلس خاصة والحكي يتسرب وبيوصل اخر الكل، بس في اخر الكل في موقف، في موقف كامل اليوم عم يقول الرئيس ميقاتي انا منفتح على كل ما يمكن أن يشكل الحكومة ومنفتح على اللقاء مع رئيس الجمهورية. لا، وأكثر من هيك يعني بيطلع بيقلك أنه الرئيس ميقاتي غايب، بيطلع بيقلك أنه الرئيس ميقاتي عم بكسر بكان هلا رايح سياحة، يعني في عطلة خلي يروح، في ناس في هو برات البلد يمكن وعم يشتغل، ولكن في ناس ضمن البلد للأسف وغايبة. يعني مش ضروري اليوم وين بيكون الشخص، مين بيكون وين بيكون الشخص اليوم الشغل فيه الواحد يشتغل بأي مكان كان، ما بقى صرنا بمحل إن والله إذا مسافر هو بعيد، بس هو يمكن اليوم مسافر وهيدي إجازة وفي كان في 4-5 أيام عطلة وعم يشتغل، بس في ناس للأسف موجودة بالبلد وغايبة وغايبة ما بدها تعمل شيء، ولا هي بدها تعمل شيء ولا بدها تخلي حدا كمان يعمل شيء. يعني اليوم لما بيجي بيقدم هيدي التشكيلة موجودة عند رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية ما رفضها، رئيس الجمهورية لما طلع الرئيس ميقاتي من عنده قال بأنه هذه قابلة للنقاش، بعد ربع ساعة تسربت وقد منهم مستعجلين على تسريبها ما انتبهوا للإشارات تبعت رئيس الجمهورية اللي موجودة على التشكيلة الوزارية. فتنا بحرب مصادر وفتنا بحرب خلاص هيدي الدباجة صارت معروفة، وبيانات مضادة أوكي المهم النتيجة لوين وصلنا يعني.